بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره سبحانه بمحاسن الأخلاق فقال في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجعل جل جلاله الأخلاق سببا تنال به الجنة، فقال في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك نجد أن للأخلاق أهمية كبرى في بناء الأمم والحضارات، ولهذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته في مكارم الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال المناوي: أي أرسلت لأجل أن أكمل الأخلاق بعد أن كانت ناقصة. وقد وقف العلماء عند هذا الحديث قائلين: لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته في مكارم الأخلاق مع أنه بعث بالتوحيد والعبادات، وهي أرفع منزلة وأهم من الأخلاق؟ فكان الجواب هي أن التوحيد والعبادات شرعت من أجل أن ترسخ مكارم الأخلاق بين أفراد المجتمع. فالغاية والحكمة الجليلة من تشريع العبادات هي غرس الأخلاق الفاضلة وتهذيب النفوس، كما هو معلوم في الصلاة والزكاة والحج وغيرها. ولأهمية الأخلاق أصبحت الأخلاق شعارا للدين، فكان الدين المعاملة وليس الدين الصلاة ولا الزكاة. وقد قال الفيروز أبادي رحمه الله تعالى: اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لذلك يجب على مجموع الأمة التحلي بمكارم الأخلاق، منها الصدق، الصبر، الأمانة، الإخلاص، التقوى وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والحسنة والفاضلة. قوام الأمة والحضارات بالأخلاق، وضياعها بفقدانها لأخلاقها، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حسن الخلق لو امتثلناه له ثمرات وفوائد تعود على صاحبه ومجتمعه في الدنيا والآخرة. ومن هذه الفوائد التي يستفيد منها الفرد الذي حسنت أخلاقه هي محبة الخلق. محبة الخلق، الفرد إذا حسنت أخلاقه أحبه الناس وأقبلوا على معاملته والزواج منه، واشتهر أيضا بصدقه وأمانته،
وهذا الذي دفع السيدة خديجة رضي الله عنها إلى اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتاجر في مالها، ثم الزواج منه، وذلك لصدقه وأمانته. فقد كان مشهورا رضي الله عنه بين قريش بالصادق الأمين، وكل هذا قبل البعثة. ثانيا حسن الخلق قوام الحضارات، حسن الخلق قوام الحضارات، فإن الحضارات والأمم تبنى على التعاون والتشارك والصدق والأمانة في البيع والشراء وسائر الأخلاق والقيم الفاضلة. ولكن إذا انتشر الكذب والنفاق والغش والخداع والتضليل، وانتشرت الجرائم من السرقة والزنا والقتل والتفجير وغيرها، فأنى لقيام الحضارات. أيضا من ثمرات حسن الخلق أن حسن الخلق من كمال الإيمان، صاحب الأخلاق الحسنة يكون كامل الإيمان. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم خلقا. رابعا صاحب الأخلاق الحسنة رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لحديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. أيضا حسن الخلق يثقل الموازين يوم القيامة. لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. سادسا حسن الخلق طريق إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. فإذا وقفنا عند هذا الحديث متسائلين، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب دخول الجنة تقوى الله وحسن الخلق؟ لماذا هذين الأمرين؟ قال العلماء: لأن تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، ذلك من خلال امتثال الأوامر واجتناب المحرمات، ولكن حسن الخلق هو يصلح ما بينك وبين الناس. فلا تكذب على أحد، ولا تخون أحد، ولا تحقد على أحد، هذا يحسن العلاقة ويصلح العلاقة ما بينك وبين الناس. نسأل الله أن نكون من الذين حسنت أخلاقهم. سابعا حسن الخلق وقاية من النار. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. النار تحرم على من؟ على كل قريب هين سهل. أيضا من ثمرات حسن الخلق أن حسن الخلق سبيل لرفع الدرجات، حسن الخلق سبيل لرفع الدرجات. فحسن الخلق
يرفع العبد منزله عند الله حتى يبلغ درجة الصائم القائم، يعني ترتفع درجة هذا العبد حتى يصل إلى درجة من؟ الصائم القائم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسأل الله أن نكون منهم. هذه هي بعض من ثمرات حسن الخلق وفوائده في الدنيا والآخرة، التي إذا طبقناها عمليا على أرض الواقع فإننا نبني مجتمعا راقيا فاضلا متحضرا، وبذلك نفوز بسعادة الدنيا والآخرة. ذكرنا في الأول الآداب الأخلاقية، الآن سننتقل إلى ذكر الآداب الاجتماعية. الآداب الاجتماعية كثيرة جدا، نذكر بعض منها. الاستئذان مثلا، آداب الاستئذان. الاستئذان له آداب، يعني عندما نحن نستأذن آداب الاستئذان كثيرة جدا، منها أولا مثلا أن يبدأ بالسلام، الشخص المستأذن يبدأ بالسلام. لحديث ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل سلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. أيضا من آداب الاستئذان أن يغض بصره، فلا عندما يعني يدخل أو يبدأ بالاستئذان لا يطلق بصره ويقف عند وسط الباب، وإنما يقف على اليمين أو اليسار أو على الشمال. أيضا من آداب الاستئذان أن يستأذن ثلاثا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، يعني يستأذن ثلاث مرات. ولكن إذا علم الشخص المستأذن أنهم لم يسمعوا، يعني لم يسمعوا طرق الباب أو عندما يقول السلام عليكم، لذلك فيزيد على ثلاثا إذا علم أن أهل البيت لم يسمعوا. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Al-Wildan International Islamic School 1 Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah. Gedung ini memiliki 4 lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day, dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al-Wildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek dan alhamdulillah banyak siswa Al-Wildan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Al-Wildan memiliki 4 cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi yang muridnya sebanyak 5.000 siswa, dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. أيضا أن يعرف المستأذن نفسه. فمثلا إذا سأل أصحاب البيت من؟ فلا يقول أنا، لأن أنا أصلا ليس فيها تعريف. أنا ليس فيها تعريف بالمستأذن، وإنما يذكر اسمه حتى يعرف صاحب البيت من هو الطارق. هذه آداب الاستئذان كانت من آداب الاجتماعية. أيضا موجود من الآداب الاجتماعية قيام الأغنياء بواجبهم نحو الفقراء. فإننا
إذا نظرنا إلى المجتمع نجد فيه فقراء، معدمين، بؤساء ومجروحين، أصحاب شدة وضعفاء ومهمشين. نجد أن الخلل يكمن في منع حقوقهم من الزكاة من قبل الأغنياء، لأن الأغنياء منعوا حق الفقراء. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. فلن يحدث التوازن ولا التكافل ولا بناء المجتمع وقد منع الأغنياء حق الفقراء من الزكاة وبخلوا به. أيضا من الآداب الاجتماعية قضاء حوائج الناس وفعل الخير ومساعدة الضعفاء والمحتاجين، وهذه مسألة إنسانية تتحدث عنها كل الشرائع السماوية وجميع الدساتير الأرضية. فعن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أيضا عن أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة الستر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. مصارع، المصرع يعني مكان الموت. فيقي الله من يحسن إلى الناس بقضاء حوائجهم من الموت في مكان سيء أو على هيئة سيئة أو ميتة سيئة. أيضا من الآداب الاجتماعية التعاون والتشارك في الخير والبر، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة. فالتعاون والتشارك يجعل الجميع كالفرد الواحد، كالجسد الواحد، تسعد الأعضاء كلها بسعادته وتحزن لحزنه. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أيضا من أن الآداب الاجتماعية حفظ اللسان، وذلك بأن لا تتكلم إلا في الخير وتمسك لسانك عن كل شر. فللكلمة أهميتها في دين الإسلام، فقد ترفع صاحبها أعلى الدرجات وقد تهوي به في النار
أعاذنا الله جميعا من النار. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا إلا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. بالكلمة رفع الله أقواما وحط بها آخرين، بها جرح من جرح، وبها يدخل العبد الإسلام، وبها يخرج، وبها يفرق بين الحلال والحرام، وبها تنفذ الأحكام، وبها ينصر المظلوم، وبها ينطق الشاهد، وبها يقرأ القرآن، وبها يسبح الرحمن، وبها يجرح اللئيم، وبها يثبت الحقوق وتحقن الدماء، وبها يتم البيع والفسخ وغيرها. من حصائد اللسان الإشاعات. الإشاعات أو الشائعات هي من الأمراض الخطيرة المدمرة التي ابتليت بها الأمم. فنقل الأخبار الكاذبة والشائعات دون التثبت منها مرض اجتماعي خطير له أثر خبيث في إفساد القلوب، في نشر الدعوة، في نشر العداوات، في إثارة الشحناء. مرض الشائعات أو مرض الإشاعات الذي يدخل فيه أو الذي يكون سبب في الإشاعات، يسمع الكلمة ثم يزيد عليها 100 كلمة، ثم ينقلها إلى الناس في الآفاق، وينقلها بعضها إلى بعضهم إلى غيرهم، وذلك حتى تصبح إشاعة يسير بها بين القاصي والداني، ويؤدي إلى توهين العزائم، بالإضافة إلى الأذى الذي يحدثه في أعماق النفوس. الشائعات تعتبر من الأسلحة الفتاكة والخطيرة للمجتمعات والأشخاص، فهي أشد من القتل. وصدق الله تبارك وتعالى حين قال: والفتنة أشد من القتل، ويقول في آية أخرى في سورة البقرة: والفتنة أكبر من القتل. أكبر من القتل لماذا؟ لأن القتل يقع على نفس واحدة ويهدر نفسا معصومة، أما الفتنة والإشاعة فإنها تهدم مجتمعا بأكمله وتقضي على كل الفضائل فيه. الإشاعة هي بنت الجريمة، أو هي أشد من القتل، وخطرها لا يقل خطرا عن خطر المخدرات والآفات. إذا كان هناك من يسعى إلى خلط الأوراق وتدمير البلاد بالتفجيرات واستهداف التجمعات وتفخيخ الأماكن العامة والمساجد والطرقات، فإن أيضا هناك من ينحر المسلمين بنشر الإشاعات ويوهن عزائمهم بتلفيق المعلومات، وكل هذا وهذا مرفوض وغير مقبول به. لذلك يجب على العاقل أن يتثبت من المعلومة، فإذا سمعها لابد أن يتأكد من صحتها قبل أن ينشرها، ويوزن الكلام بميزان العقل الصحيح السليم قبل أن يقوله ويذيعه، لأن يسارع في نشر الإشاعات وتلفيق الأراجيف والكاذبات. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في التثبت من الأخبار، حيث أنه في غزوة الخندق أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعدين للتأكد من نقض اليهود للعهد، بل وذهب بنفسه ليستيقن الخبر.
من كل هذه المواقف نتعلم أنه عندما تشاع شائعة عن أي أحد أمامنا لابد أن نحسن الظن بالآخر، وأن لا نصدق ناقل الإشاعة، وأن نبغضه في الله لأنه بغيض إلى الله ورسوله. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. تكلمنا عن بعض من الآداب الاجتماعية، الآن ننتقل للتحدث عن بعض أو القليل من الآداب الوطنية. الآداب الوطنية الآداب التي تتعلق بالوطن الذي نعيش فيه، ومنها الإيجابية. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون عضوا فعالا إيجابيا منتجا نافعا لنفسه وأهله، وألا يكون إمعة. فعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة. إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. ولا نبالغ إذا قلنا أن الإيجابية هي الحياة أو هي الدين كله، فالدين لم يقم على السلبية، على التقاعس أو على الكسل، وإنما قام على الإيجابية أو نقول الذاتية، منذ أن خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أيضا من الآداب الوطنية إتقان العمل. قيمة إتقان العمل في الإسلام قيمة عليا يجب أن نراعيها في السلوك الاقتصادي لبناء الوطن. وقيمة إتقان العمل توصل العبد إلى محبة الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيضا من الآداب الوطنية حب الوطن والتضحية من أجله والدفاع عنه ومراعاة الحقوق والواجبات. المسلم لابد أن يكون وفيا، أعظم ما يكون وفاء لمن؟ لوطنه. محبا أشد ما يكون حبا لمن؟ لوطنه. يكون مستعدا للتضحية دائما في سبيل وطنه بنفسه وماله ورخيصه وغاليه، يعني بكل ما يملك من أجل وطنه. أيضا يجب على كل مسلم أن يحب وطنه ويتفانى في خدمته ويضحي للدفاع عنه. فحب الوطن والدفاع عنه لا يحتاج إلى مساومة ولا إلى مزايدة ولا يحتاج إلى شعارات رنانة. أكملنا وتحدثنا عن الآداب، بعض من الآداب الوطنية. الآن ننتقل للتحدث عن أثر الآداب العامة في رقي المجتمع ونهضته، سواء الآداب الاجتماعية أو الأخلاقية أو الوطنية. ما هي آثار هذه الآداب في رقي المجتمع؟ أفراد المجتمع لو تمسكوا بهذه الآداب العامة وطبقوها عمليا على أرض الواقع، فإننا سوف ننشد مجتمعا فاضلا تسوده أواصر الحب والإخلاص والصدق والوفاء والبر والإحسان والتعاون وغيرها من الأخلاق والآداب الحميدة. نحتاج إلى التطبيق العملي لهذه المعاني كلها، فالتطبيق هو أبلغ من القول. هناك حكمة تقول: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل.
ومعناها أن الأفعال أقوى تأثيرا من الكلام. فلو أن رجلا فعل موقفا أخلاقيا يدل على الأمانة سيكون أقوى بشدة في آلاف الناس من ألف محاضرة يلقيها إنسان عن الأمانة. الفتح العسكري والجهاد لم يكن هو الطريق الوحيد الذي انتشر به الإسلام في العالم، ولكن الإسلام دخل بلاد عديدة عن طريق الدعوة التي كان يمارسها تجار المسلمون. كان عندما يرى الناس أخلاق التجار في هذه الدول الإسلامية كانوا يروا أخلاق التجار وصدقهم في الحديث وأمانتهم فيعجبوا بالإسلام ويدخلوا فيه، وكان ذلك سببا في نشر الإسلام في أكثر الدول، منها إندونيسيا، الصين، ماليزيا وغيرها من الدول. انتشر الإسلام من خلال الدعوة وليس من خلال الفتح العسكري. لذلك لا بد علينا من أن نتمسك وأن نطبق هذه الآداب، سواء الآداب الأخلاقية أو الآداب الاجتماعية أو الآداب الوطنية، نطبقها ونكون من الذين يقولون ويفعلون وليس من الذين يقولون ولا يفعلون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء